السلام عليكم ومرحبا بكم في كوزيني أستوز دو ميمي. اليوم جبت لكم هذا لو غاتو رولي، يجي بنين بزاف وبراليني، يجي رائع في المذاق. نتمنى تجربوه. الى وزيت انتريسي خليكم على المقادير. راه يلزمني 3 بياض بيض ما يعادل 70 غرام بياض بيض، راه عندي مغرف كبيره سكر، راه عندي 100 غرام سكر، وراه عندي 40 غرام ماء. فهذه الخطوة الأولى. الخطوة الثانية، راه عندي 5 صفار بيض، عندي 240 غرام سكر، وعندي 100 غرام ماء، وهنا عندي 360 غرام زبدة بحرارة الغرفة. أول حاجة غادي ندير لو سيغو اللي غادي نغليه كيما نديرو اون كريم او بوغ ايطاليان او على مورينغ ايطاليان. دونك هنا ندير سيرو يغلي حتى يوصل لدرجة حرارة 110 درجة، نبدأ نطلع في لي بلون تاوعي، ندير البياض ونطلعه. من بعد من نشوفه دار الرغوة نزيد فيه المغرف كبيرة تاع السكر بور سيري لي بلون. من بعد هنا لو سيغو راه وصل لي 100، نزيده مع لي بلون دوف. كيما هنا راكم تشوفوا صايي وصلت لي لا كونسيستانس اللي بغيتها. هنا جو كوفر ونخليها على جنب حتى تبرد لي تماما. هنا نعاود نفس العمليه، ندير 240 غرام تاع السكر وندير معاها 100 غرام تاع الماء ونديرهم يغلو حتى يوصلوا 180 درجه 118 باردون 118 درجه. دونك هنا انا من نشوفهم 110 درجة نروح نبدا نطلع في البيض، من بعد نزيد نضيف فوقه نفس العملية، نضيف فوقه لو سيرو اللي راني اللي راه يوصل ل 118 درجة. دونك نبدا ندرب ندرب حتى اللي يبيض لي الخليط ويدير لي كل الخيط كما راكو تشوفوا. هنا تاني نوخره على جهة جو ريزيرف ونخليه هنا قاعد خلوهم في المطبخ على حرارة الغرفة. دروك نفوتو لا جينواز. دونك لا جينواز راه يخصني ربع حبات بيض، 120 غرام سكر و 120 100 غرام فرينه و 20 غرام كاكاو. نطلعو السكر والبيض حتى لي يضاعف لي الخليط، ثم نزيد الفرينه اللي مخلطها اللي نخلتها مع الكاكاو ونديرهم في البلاطو تاعي. هنا نسخن الفرن تاعي على 180 درجة وغادي نخليها لمدة 13 حتى 14 دقيقة. دونك كل فوغ وسا ديبون كيفاش يشد الحرارة. هنا سيو باش تريقلوها باش يكون عندكم مستطيل متجانس باش من بعد ما تمقصوش. فوالا هنا بعد ما طابت نكون موجد توخشون، راني دايرت له شوية ما رشته بشوية ما، نقلع لو بابي من الفوق وندير بابي من تحت ولويه في طوغشون اللي قلت اوميد اللي نكون شويه مشمخاته. دروك ندير 360 غرام تاع الدهن في الباتور، لازمني ندخل له الهواء حتى يبيض. دونك نضربه مليح 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 حتى يبيض. من بعد بيان سور هنا فوغاكلي لي بوغ مليح مليح باش ما الدهن اللي يلصق لكم في الحواف يخفاف تاني. هو دروك نزيد لو ميلانج تاع الصفار البيض مع لو سيرو هو الاول. دونك غادي من بعد تولي لكم شويه ليكيد ما تخافوش منها، من بعد غادي تحكم روحها. ندرب مليح 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 وتاني جو غاكلو لي بوغ حتى اللي جميع الحواف يدخلوا في الخليط. من بعد نزيد لا مورينغ ايطاليان في الاخير، وهنا ندرب غير بشويه بالفوليوم الناقص كاع تاع لو باتور تاعكم. هنا زدت 100 غرام براليني. دونك هنايا فوزافي الشوا، هنا عندكم الاختيار. دونك هنا النكهه اللي بغيتو تزيدوها. هنا انا ضفت 100 غرام براليني، هنا عندي براليني امون نوازيت، ثم زيدوا البخاليني اللي يساعدكم كاكاوات اللي بغيتو. ندربو مليح مليح، هنا من بعد غادي تولي لكم تكلي غرانولوز ما تخافوش منها، زيدوا دربو مليح حتى اللي تولي لكم بهذا القوام، تولي رطبه وتولي مدخلها الهواء. دونك هنا جو ديغول لو غولي تاعي
هنايا انا درت ديريكتومون لا كريم باسكو نبغي لو غاتو يقعد هكا شاد روحه. ثم تبو لو غاتو فوندون ديرو ان سيرو نص كاس ماء ونص كاس سكر وديروه يغلي لمده 5 دقائق و فو فوني امبيبي لو رولي تاعكم وروحوا وقعدوا بالبانسو تشمخوا لو رولي تاعكم. دونك هنايا راني درت لا كريم الداخل وجي رولي كيما راكم تشوفوا وراني دروك غادي ندير من الفوق. دونك التزيين اختياري انا هنا جو فوزي بروبوزي ما ديكوراسيون. دونك توما التزيين اختياري دونك تقدروا تخدموا بالهاد كوبات باش تسهلوا عليكم ولا كيما درت انا بلا سباتول بدون اي تعقيدات. فوالا دونك درت لا كريم تاعي من الفوق. دونك هاد لا كريم سي فري كو فيها بزاف لي زيتاب بصح تجي خفيفه وبنت الزبده ما تبانش فيها بزاف وبنينه بزاف صدقوني. دونك هنا باللا فورشيت جو ديروا هاد الخطوط والتزيين كيما قلت اختياري كيما تبغوا تزينوا زينوا. من بعد كذبت اون بوشادوي درت فيها دو لا كريم كريم وبيغ ودرت هاد الوريدات من الفوق. من بعد زدت درت فوقهم دي بول دو شوكولا. دونك غادي تشوفوا الشكل النهائي تاع لو رولي تاعي ان شاء الله يا ربي يكون عجبكم. جربوه يجي بنين بزاف صدقوني ما تشبعوش منه ويجي خفيف. ان شاء الله يا ربي تجربوه وقولوا لي الراي تاعكم. انا نخليكم الى وصفه جايه ان شاء الله والسلام عليكم.